بنتكلم دايما يعني في مشكلات وفي احداث اكتر ما بنتكلم في الكرة ومتعتها، يعني بدل ما نتكلم ازاي نطلع لقدام بنتكلم في حاجات واخدانا كتير قوي لورا، وللاسف ما بتنتهيش. يعني مش عارف المشكله فين، المشكله في القواعد اللي بتحكم المنظومه، المشكله في الاشخاص اللي بيديروا المنظومه، مشكله فكر، مشكله رؤيه، مشكله امكانيات، مش عارف المشكله فين الحقيقه. خلينا نتكلم اكتر، يعني هتكلم طبعا في اجتماع اتحاد الكره النهارده لانه يخص موسم جاي شديد الصعوبه، يعني تحاول تدور له على مخرج من هنا او من هنا، ما الدنيا صعبه جدا. نتكلم على اجتماع اتحاد الكوره ونتكلم على صفقات الاهلي اللي ابرمها الحقيقه في الايام الاخيره، ونتمنى ان شاء الله تكون اضافه مهمه جدا. والتاكيد طبعا منتخب مصر مش غايب عننا، بيشرفنا النهارده واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن اشرف ممدوح. مساء الخير كابتن اشرف. مساء الخير احمد، سعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي امام شاشه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان. منور الدنيا حبيبي. انت تحب تبتدي بايه؟ في الحقيقه هرد على سؤالك، يعني احنا فين، ولانه احنا انتهينا من موسم كروي صعب جدا وطويل جدا، واعتقد انه موسم من اطول المواسم اللي حصلت في تاريخ العالم، مش في تاريخ كره قدم في العالم. هو مش ما حصلش في العالم، ما حصلش قبل كده، يعني غالبا هو ده الموسم الاستثنائي في العالم كله. يعني هو ده انا كنت بقول عليه، لو عايز تاخد نموذج ازاي ما تنظمش، يعني صحيح ازاي ما تنظمش مسابقه، خد النموذج اللي حصل السنه اللي فاتت ده وابعد عنه. ده صحيح. ده صحيح. طيب يعني ردا على كل التساؤلات اللي سالتها، انا شايف ان الرد حاجه واحده بس، احنا بقالنا سنين بنتكلم فيها، واعتقد ان الاعلام الرياضي طالب بشكل كبير جدا جدا بيها، وهي رابطه انديه المحترفين. هي الحل الوحيد لكل اللي احنا فيه. ليه؟ لانه الاتحاد المصري دايما هو الحلقه الاضعف في كل المنظومه، هو دايما اللي عنده مشاكل كتيره جدا في كل حاجه، في التنظيم وفي التسويق وفي كل حاجه، حتى اداره المسابقه نفسها فيها مشاكل كتيره جدا جدا. وبالتالي انا شايف انه رابطه انديه المحترفين الفتره الجايه هي الحل الوحيد والانسب والمثالي لحل كل هذه الازمات وكل المشاكل، لانه الرابطه دي هتبقى مسؤوله عن التنظيم وعن الاداره وعن التسويق وعن المكاسب اللي ممكن تبقى موجوده للانديه، ويعني الحقيقه ويتفرغ الاتحاد للمهمه الاساسيه بتاعته هي المنتخبات، واعتقد ان هي هتبقى مهمه سهله للاتحاد يقدر ينظمها. الكلام ده بيتقال بقاله سنين يا كابتن اشرف، هل شايف ان احنا في خطوات او في بلاش خطوات، في نيه، في اراده انه ده يتحول لحاجه خطا، يعني يتنفذ على ارض الواقع؟ انا شايف الحقيقه ان في سلبيات كثيره جدا موجوده، وفي حد او اشخاص معينه مش عايزه العجله دي تدور، مش عايزه الموضوع يمشي في طريق سليم. انا شايف ان ده الحل الامثل والحل السليم بنسبه 100%. انا مش فاهم فين العطله، فين المشكله، فين الازمه اللي ممكن توقفنا عند الحل لكل المشاكل اللي موجوده. انا شايف ان ده الحل. كل المشاكل اللي موجوده لو بصيت عليها احمد من بدايه الموسم وفي كل موسم لانها متكرره، هتشوف ان الازمه موجوده في دايما في الاتحاد، دايما في القرارات، دايما في اللائحه، دايما في لجنه الحكام، دايما في اللي بيدير هذه المسابقه او هذه المنظومه. والمشاهد اللي احنا شفناها دي اتكررت متكرره جدا جدا، وما حصلش ان في يعني حلول. يعني ما عندناش حلول، احنا دايما بنتكلم في نهايه كل موسم واثناء كل موسم على نفس المشاكل المتكرره واللي بتحصل بشكل دائم. علشان كده الحل الوحيد هو رابطه انديه المحترفين.